بسم الله. السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله. هذه بعض فراخ الكناري البري مع أنثى الجاسبي. سنبدأ بالزوجين، هذا الذكر ذكر الكناري البري وأنثى الجاسبي، وسأريكم فراخهما. بسم الله ما شاء الله. هذا الذكر والأنثى، هذه وحدية التخفيف. كما ذكرت في فيديو سابق منذ البداية قبل بداية الإنتاج من هذين الزوجين، أنني اعتمدت هذه الأنثى وحدية التخفيف في الجاسبي. لماذا؟ لأني أريد إنتاج سلالة تقريبا نقية من هذا الذكر، من ذكر الكناري البري، يعني إنتاج سلالة نقية من الكناري البري المتواجد في جزر الكناري كما تحدثت عنه سابقا، وتوثيقات في فيديوهات متعددة بالصفحة وبالقناة على اليوتيوب أيضا. التزاوج هذا ينتج بطبيعة الحال من أنثى أحادية التخفيف، ينتج فراخ أحادية التخفيف، وينتج فراخ عادية، يعني ليست بجاسبي لا أحادية ولا ثنائية التخفيف، بل يعطي فراخ عادية يعني من سلالة الأب في اللون والشكل والحجم وتقريبا كل شيء. لنرى النتيجة النهائية إن شاء الله بعد بلوغ الفراخ. سأريكم الفراخ ما شاء الله، وبالفعل كانت النتيجة ما شاء الله إيجابية جدا جدا في هذا العش، هذا الفراخ، لأن عش أول كان فيه فرخ واحد، كنت أعاني من النقطة السوداء وكانت تموت الفراخ قبل الفقس. أما بعد الفقس فالعلاج كما تحدثت عنه في فيديوهات متعددة، علاج فعال وهو فلاجيل بعد فقس الفراخ من البيضة من اليوم الأول، فتعالج في 4 أيام بشكل نهائي إلى 5 أيام بشكل نهائي جدا ما شاء الله. إذن الفراخ كانت فراخ عادية من يعني من سلالة الأب الكناري البري، وفراخ جاسبي أحادية التخفيف كما الأم. هذه هي الفراخ ما شاء الله، الفرخ هذا الأول ويبدو أنثى، اللهم بارك. لنرى بعد مرور الأيام وبعد بلوغه، هو أحادي التخفيف، لا يشبه الأم لكن لونه جد متميز ما شاء الله. أما الفرخ الثاني هذا هو الكناري، وهو يشبه كثيرا الأب الكناري البري، اللي نصوره بشكل أفضل هكذا. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. سأضع لكم مرفق صورة أو مقطع لفيديو لتروا الفروق الواضحة أو التشابه الكبير بين هذا الفرخ المنتج بين الكناري البري والجاسبي والفرخ الكناري البري في الطبيعة، حيث صورته صور وواضحة ما شاء الله من البرية هنا بجزر الكناري، جزيرة غران كاناريا أو كاناريا الكبرى في المحيط الأطلسي. العش كان فيه 3 فراخ، الفرخ الثالث هو يعني عزلته في قفص لوحده، وقبل يومين كان يعاني من بداية التهاب بسيط، ثم عزلته للعلاج، سأريكم إياه. هو أيضا بلون هذا الفرخ الكناري البري، يعني لون بري حبشي كما نقول. هذا هو يعاني من التهاب طفيف الآن، هو في طور العلاج، وهي طيور محجلة يعني بخواتم أصلية، اللهم بارك. هذا هو الفرخ الثالث،
العشكان به جاسبي، فرخ جاسبي، أحادي التخفيف، وفرخين لون كناري بري لون الأب. سأحاول التصوير بأكثر دقة. هنا يظهر بشكل أفضل. سبحان الله، لا في الألوان ولا في يعني شكل المنقار وكل شيء. أيضا سأحاول إرفاق مقطع فيديو أو صور للكناري الأب حينما كان صغيرا، تقريبا في هذا العمر أو أكبر بقليل، لأنه جلبته كان عمره تقريبا شهر وأسبوع، شهر وعشرة أيام تقريبا. كان يعني بالكاد يتناول البذور لوحده، يعني لم يفطم 100%. فساعدته وأطعمته باليد في أيام أولى، ثم بعد ذلك بدأ في تناول الغذاء الطري، وبعد ذلك يعني شيئا فشيئا حتى فطم وتناول، يعني بدأ في تناول البذور بشتى أنواعها. وسترون التشابه الكبير ما شاء الله بين هذه الفراخ والفراخ أو الأب عندما كان فرخا، تشابه كبير كبير، اللهم بارك. وهذا هو المرجو من هذا الإنتاج، والحصول على هذه السلالة فقط اجتهاد مني. حتى بعض الإخوة المتابعين ما شاء الله يعني يعشقون هذا الكناري ويحبونه ويرجون تربيته، فلنرى إذا كنا نستطيع إمدادهم بهذه السلالة. سنقوم بالاجتهاد كما اجتهدنا في هذا الإنتاج الأول، ولنرى إذا كنا سنستطيع إمدادهم، لأن كما نعلم أن شحنه للدول العربية صعب جدا من هذه الجزر، لأنه كما نعلم ليس ممكن نقل هذه الطيور خاصة البرية منها، لا حسون ولا كناري ولا أي نوع ممكن شحنه من هذه الجزر. ومن أوروبا بشكل عام الطيور البرية ممنوعة، وحتى كل الحيوانات البرية. اللهم بارك. هذه الفراخ بدأت في يعني تعلم تناول بعض المواد الطرية أو الأغذية الطرية. أقدم لهم خس، خيار، بيض مسلوق. تقريبا ليسوا معتادين على تناول البيض المسلوق، لأني كنت يعني منذ 5 إلى 7 أيام من عمرهم كنت أطعمهم بالباتي التي تباع في الأسواق. سأريكم البودرة. المهم الاسم، هذا منتوج جديد في الأسواق. هذه ليست علبة المنتوج، فقط أضع هذه البودرة هنا. هذه بودرة ممتازة، هي تقريبا تشبه نوتري بورد A21، لكن البائع هو صديقي ويقول لي هذا المنتوج جديد في الأسواق، وهو أفضل بكثير من الباتي البودرة A21. فلنرى. لحد الآن النتيجة ممتازة، كان الإطعام ممتاز، كان النمو جد ممتاز ما شاء الله. وأنا أخلط مع هذه البودرة للإطعام اليدوي، أخلط مطحون اللوز، وفي بعض الأحيان أطحن أيضا الجوز، ودوار الشمس، أيضا دوار الشمس في بعض الأحيان ليس دائما أو القليل منه فقط، لكن أركز على اللوز المطحون مع هذه الباتي. اللوز ممتاز ممتاز في الإطعام اليدوي، حتى اعتمدت منذ عدة سنوات
يعني لم تكن هذه الباتي معروفة، باتي الإطعام اليدوي معروفة كثيرا، فكنت أطعم باللوز والبيض المسلوق وبودرة عظمة الحبار هذه التي أضعها في الأقفاص، لأن الكالسيوم جد مهم بالنسبة للفراخ وللكبار أيضا، وأضع نقاط من خل التفاح. هذه المواد جد هامة لنمو الفراخ وللصحة العامة في البداية. هذه البودرة ما شاء الله يعني فيها عدة مواد تساعد على النمو الجيد، أيضا فيها البكتيريا النافعة اللهم بارك، تحسن الهضم وتقوي المناعة أيضا. سأريكم الفرخ عن قرب، ابقوا معنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك. الأعين كبيرة، اللهم بارك. أظن أنه ذكر هذا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. جمال صراحة، قوام جيد، شكل لون الصدر فيه الصفار قليل جدا، أظن أنه ذكر لكن لا أجزم الأمر الآن، لننتظر بعد مرور أسبوع أو 10 أيام سيتضح الأمر أكثر. اللهم بارك. هو يدخل القفص لوحده، هو يعني ليس معتاد على اليد كذكر. الذكر الأول، الفرخ الأول كان ذكر، ومن العش الأول كان وحيدا، لأن كما قلت الفرخ لم تفقس في العشاش الأولى. عشين أولين، الأول كان غير مخصب، والثاني لأن كان الذكر الأب كان لم يبلغ بشكل تام، والعش الموالي كان ماتت الفراخ قبل الفقس، كان مخصب لكن ماتت الفراخ. لم أعرف السبب لكن اكتشفته عند فقس هذه الفراخ، وهذه الفراخ فقس اثنان بنقطة سوداء، وواحد ليس به نقطة سوداء، فعالجت الأمر، عالجتها ما شاء الله، فنمت بصحة ممتازة اللهم بارك. المهم إخوتي، ادعوا لنا بالخير، وإن شاء الله رب الله يوفقنا ويوفقكم في كل ما تصبون إليه. موسم موفق للجميع، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.